مرات كتير بتيجي استفسارات ومشاكل، اخو زوجي بيعاكسني، قليل الادب، اخو زوجي بيغمز لي، مش محترم، قليل الذوق، سيء الاخلاق، غير امين، خائن لاخيه، اخو زوجي بيتحرش بيا. والله ده كلام بياتي. بتقول لزوجها، زوجها يقول لها انت عبيطه، اخويا ما يعملش الكلام ده، اللي هو يظن زوجها انها تفتري على اخيه. ده واقع ولا مش واقع؟ اللي بيشوفني دلوقتي حصل معاها كده ولا لا؟ بعضكن لمز بها وغمز بها وتحرش بها وعوكست، كل ده حصل معاكي ولا ما حصلش؟ بموبايل، ببصة، بنظرة، بكلمة، بتسبيلة، بثناء، مش عارف، والله تسلم ايدك ما شاء الله، اكلك جميل، كداب في اصل وشه.